نيجي بقى للاعبين الاكثر تتويجا، زي ما قلنا كده ايه البطوله للنادي، بس في لعيبه تانية ليهم اسهاماتهم طبعا، ودول دايما بنهتم بيهم. تعال بقى نبص عليهم، بس ايه هنشوف لقطات ليهم الاول. نبص الاول تعال كده. كابتن خالد الغندور، واحد من اكثر لعيبه اللي توج او مع الزمالك بطولات افريقيه، وهو الاكثر اعتقد. اول اكثر وعبد الواحد السيد طبعا، طبعا كابتن عبد الواحد السيد بتصدياته، تشير التابعي. خلي بالك هي ايه الاكثر تتويجا دي فتره بدايه الالفيه، هي فتره كانت ذهبيه للزمالك، هتلاقي نجوم كتير جدا من فتره بدايه الالفيه طبعا متصدرين المشهد. واعتقد الفتره الحاليه كمان في نجوم، ده كابتن مدحت عبد الهادي طبعا، في نجوم حاليين كمان مباراه كان غايب عنها نص فريق الزمالك تقريبا، لكثره عدد البطولات حاليا اللي بتلعب عليها. طبعا ده كابتن عبد كابتن عبد الحليم علي طبعا، وابو العلا من الناس اللي شاركوا في البطولات، وكابتن طارق السيد. هو ده الفاينل اللي انت بتتكلم عنه، كانوا ماتش يومين العوده 2-0 كانوا يومين دي. تعال بقى نشوفهم في المباراه دي، الترتيب. فاكر الكره دي بعد 2-0 كان خبطت وراحت، اللي هو سيناريو الزمالك لازم بنك لازم القلق، سسبنس. لازم بنك القلق، قلنا مفيش لازم حاجه يكون بطل سهله الفيلم كده. وهتبقى فيلم عادي. بص لازم انا اقول لك على حاجه، يعني هو اللحظه، هو قادر دايما على ان يخلق اللحظه الجميله بالسيناريوهات تجعلك عيشه طويله. لازم السيناريو يعلم معاك كده، ولذلك خليفه هو افضل من كتب عن الزمالك. تعال بص ده بقى، خالد الغندور ب 16 بطوله، كابتن عبد الواحد السيد ب 16 بطوله، كابتن بشير التبري ب 14 بطوله، كابتن مدحت عبد الهادي ب 14 بطوله، كابتن محمد ابو العيال ب 14 بطوله، كابتن طارق السيد ب 14 بطوله، كلهم جيل بدايه الالفيه. خالد طبعا من جيل التسعينات ولحم معاهم، بس هو كله جيل بدايه الالفيه. فاللي عايز اقوله، اما الجيل بيبقى مميز لازم حافظ اسمه في التاريخ، لازم تستغله جامد. يعني دول قدروا يعملوا دي بشكل طبعًا كويس جدا، حققوا المعادله الصعبه. واعتقد الجيل الحالي على فكره فيه لعيبه قريبه قوي، في 11 و12 و13، ودلوقتي الالقاب بتجر بعض، يعني طبعًا عارف انت الكاس بيجر السوبر، الدوري بيجر السوبر، يعني في لعيبه مرشحه جدا ان هي اما تكمل مسيرتها مع نادي الزمالك، زي كابتن طارق حامد، زي شيكابالا، سنه اثنين لو قدر في الفتره دي بطولتين ثلاثه، هتلاقيه بقى موجود في الليسته التاريخيه لنجوم الزمالك التاريخيين الاكثر تتويجا. طبعا الليستة اللي ما بتتغيرش بسهولة، يعني الليستة دي ما بتتغيرش بسهولة، بس في لعيبة قادرين على ده. بس تعالى بقى، إذا كان دي البطولات المحلية أو بطولات كلها، دي البطولات مجمعة، تعالى بقى نشوف بقى دورة البطولات التاج. الإفريقية. دورة التاج وباقي البطولات الإفريقية بشكل عام، مين أكثر لاعبين اللي توج مع الزمالك بالبطولات الإفريقية؟ نشوفهم من الأول قبل ما إيه ما يغ... بنغشش الأول قبل ما نستعرض الجدول. دي بقى لحظات الشرف اللي الزمالك كابتن خالد كان منظور. كابتن نادي الزمالك، وده كابتن اشرف قاسم طبعا، البرنس. كابتن عفت نصار، كابتن عفت نصار ايوه، عندنا كابتن مدحت عبد الهادي وهدفه في الترجي شهير جدا، مباراه عصيبه برضه. مدحت برضه في ميزه اللي هو فاهم انت، كنت بحب التيشيرت نفسه مدحت. كابتن اسماعيل يوسف طبعا من نجوم مدحت لحق التسعينات، فهي الفتره دي انت عارف كابتن سامي الشيشيني، فكره ان انت تلحب التسعينات ببدايه الالفيه دي تدخلك على طول ايه، عارف انت يعني تعليم مجموع ويننج ذا لوتري، تدخلك طب وهندسه على طول كلها قمه طبعا، عارف انت الفترتين دول. واعتقد ان شاء الله جيل اللي موجود معانا حاليا اللي هيكمل معانا فيهم هيخش معاهم ان شاء الله باذن الله. تعالى بقى نشوف القمه دي ايه، مين يحتلها من بين لاعبي نادي الزمالك، او بالارقام كمان، مش بس احنا استعرضنا الاسامي. تعالى هو الطبيعي اللي كان في الاكثر تتويجا هو اللي موجود هنا كابتن خالد الغندور. هو طبعًا تميز بان هو لحق الفترتين مهمين جدا. هو الناشئ اتصعد في 88، فلحق بدايه التسعينات فتره ذهبيه من بدايتها، واعتزل او يعني رحل عن الزمالك في 2003، يعني حضر فتره التسعينات وفتره بدايه الالفيه، ففخر الزمالك القاري. خالد الغندور هنا لما اعتزل وهو عنده 7 القاب، كانت في انديه في الوقت ده عندها برضو نفس ال7 القاب، يعني خلي بالك ما كانش مطلوب منها تقفل زي ما بيتقال دلوقتي. يعني عادي، الراجل ده اعتزل وهو معاه دوري ابطال تقريبا، لا كان معاه مش تقريبا، كان معاه دوري ابطال اكتر من انديه منافسه. تمام، وعادي يعني كانت الانديه دي عايشه، يعني ما كانتش قافله ابوابها، يعني ما كانش حد بينظر عليه. اشرف قاسم 6 طبعا، كابتن عبد الناصر 5، مدحت عبد الهادي، اسماعيل يوسف، سامح الشيشيني، محمد صبري مع حفظ الالقاب 5 بطولات، ودي حاجه بتميز لصبري لان طبعًا صبري ما كملش كتير، خلي بالك يعني صبري. سامي الشيشيني برضو الاصابات اعاقته، الاصابات اعاقته، صبري كان يعني ينفع ناخد منه حته كمان يعني. أيوة. بس هو طبعا طبعا. نروح ايه اللي بعد كده خليفه؟ اهم حاجه بعد افريقيا يبقى الدوري. طبعا يعني البطوله اصعب شويه، يعني ايه؟ لان هي البطوله ساعات ايه؟ انت زي ما قلت كده ايه؟ احنا ايه؟ انت قلت ايه؟ هي البطوله اللي بينجح ساعات فيها العرقله، محاولات العرقله بتنجح فيها. طبعا يعني مستمر على مدى الموسم. فالعرقله بتنجح شويه، يعني دايما كنت اقول ايه؟ الزمالك عشان ياخد الدوري ده محتاج يبقى فنيا يفرق 10 بونت عشان تاخده ب2 بونت، عشان طبعا في 6 7 بونت كده بيطيروا تبدأ ايه؟ بيبتدوا ايه؟ يطيروا ايه؟ 3 4 يتخصموا منك، و3 4 يتزودوا للمنافس، فهي دايما البطوله
فتعال نبص بقى مين اللي نجحوا في تعدي الصعاب والعرقلة. في نقطة مهمة دايما الناس ما بتاخدش بالها ان يقول لك ايه خد يا عم الدوري ده، لا هو دايما خلي بالك هو انا عارف حتى لو استمر المنافس اكتر انت بتاخد انت دوري وبتسحى منه دوري، يعني الدوري الواحد باتنين على طول، يعني خلي بالك دي برضه انا فاهم يعني لو عددنا حاجه كده لو فكرت لو انت شايف 7 8 بطولات 81 82 ده في وجهه نظري 96 و97 و2019 دول مثلا خمس دوريات ده اللي انت هتاخدهم انت احمد عطا انت ما حضرتش من قبل كده انا حضرتش 81 بس اقصد اللي انا شفته كده اللي حاضر في ذاكرتي حالا خمسه وتسحب خمسه من الناحيه الثانيه بالظبط، فدي ارقام برضه انت لو بتتكلم في 8 9 هنا 8 9 هنا بتفرق طبعا. طبعا انا فاهم اللي انت بتقوله ده غير في بطولات ثانيه مثلا 2009 الاسماعيلي كان ممكن يستحق ياخدها، 72 لما حصل معاك انت القصه بتاعت مروان كلفاني دي مثلا الفتره لو قام الدوري ملغي رغم انه انفرض يعني اقصد قرار، فدي بطولات دوري كتيره فتره التوقف بعد يعني النكسه دي كان الزمالك طبعا هو الاقرب كتير لجميع البطولات، وده برضو يعني من ضمن قصه الزمالك ان انت في عز قوتك بيحصل القصه دي. بس انا اقصد اللي عايز اقوله ايه انه انت صحيح العد وخلاص ده يعني انك تستعرض بطولات بس لازم تفند تشوف ايه اللي حصل، مش ينفعش تستعرض كده تمرصص الارقام وخلاص تشوف البطولات دي، لا ده انت بتسحب من رصيدك حاجات بالزبط. وبيضاف لنادي الزمالك بطولات ثانيه. تعال نشوف بقى مين ابرز اللاعبين في نادي الزمالك وتتويجاتهم. طبعا خالد الغندور برضو ما شاء الله يعني هو كابتن خالد الغندور في زملكاوي المفروض ايه يقول يعني ايه ياخد الفخر دي ولا بص انا الاكثر تتويجا من بطوله افريقيا الاكثر تتويجا بالدوري الاكثر تتويجا بال طبعا كابتن اشرف عاصم طبعا البرنس كابتن جمال عبد الحميد طبعا 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 ورغم انه انضم للزمالك في منتصف رحلته الكرويه ولكن صنع مجده مع نادي الزمالك. يعني انا بديل لمايكل ايوب بصراحه بجزء من حب جمال عبد الحميد لان انا كنت بحبه، انا لحقت جمال عبد الحميد في نهايه طبعا انا لحقت خليفه جمال عبد الحميد في نهايته يعني فيه. انا برضو انا اصغر منك شويه فيه. انت مواليد كام؟ 80 انا مواليد 80 فانا حضرت 85 يعني من اول 80 انا لحقت جمال عبد الحميد في الفتره اللي كنت شايف هيدر عظيم جدا تمام. بس بعد ما شفته فيديوهات مايكل ايوب بعد شفت ثلاث ماتشات وكده لا ده فنيا تحفه لاعب كره عظيم لاعب كره عظيم كابتن مصر في كاس العالم انا بالنسبه لي ده الطب يعني انا عندي كده ايه انا عندي نقطه ضعف جيل نص الثمانينات وبدايه التسعينات بس كابتن جمال عبد الحميد بقى بطل الطفوله ده عندي بقى بشوفه كده ما بقدرش امسك نفسي الصراحه يعني لا انا يعني فاكر كويس قوي ماتش الزمالك ودمنهور كمان جمال عبد الحميد اصل الناس تقول لك انت كان عندك 7 سنين انا فاكر يعني انا اوعى افتكر اللقطات افتكر يعني فلاشز كده انا اول ماتش شفته في حياتي وفاكره كاميرون ارجنتين على فكره سنه 90 يعني وانا كان عندي 5 سنين فالفكره انه تذكر الذكريات الفلاشز الصغيره دي بعد كده تتعزز لما يرجع وانت بترجع تشوفها تاني خلاص بالظبط طبعا لا تشوف بقى حاجات ما شفتهاش كمان فلا بتفرق جدا مع اللعيب. فانا اشكر يعني مايكل وهشام عبد الوهاب طبعا في التوثيق وتاريخ وارشفت فيديوهاتنا بنشكر بقى بمناسبه هم ده الارشيف الفيديو بنشكر دكتور طارق السعيد على الارشيف الرقمي لنادي الزمالك يعني هو دكتور طارق ده من الناس يعني اللي ساهمت كتير جدا في حفظ تاريخ الكره المصريه بشكل عام وتاريخ نادي الزمالك مخصوص فهو زي ما مايكل وهشام ليهم الدور وهم اصدقائنا دكتور طارق طبعاً. يعني في علاقه مش وطيده طبعا زي الراجل سنا ومقاما يعني طبعاً. بس احنا بنوجه له كل التحيه يعني دكتور عادل سعد كمان برضو ما زال بيتالق معانا قناه الزمالك في قناه اون سبورت بيدينا لمحه كده عن تاريخ الزمالك بيجتهد مش تاريخ الزمالك بس تاريخ الكوره اجتهاد الموضوع صعب تتبع المعلومه دكتور عادل يعني دكتور طارق سعيد ارشيف رقمي دكتور عادل بقى بيحكي الحكاوي عادل بلدياتي انا بقول دكتور عادل انا هقول عادل وهغلط وارجع اقول دكتور عادل عادل انا متربي معاه اصلا هو بلدياتي يعني فهقول عادل بقى معلش عادل بيحكي حكاوي لذيذه تحس بقى الحكاوي بقى هو بيحكيها كده واحنا من الناس برده اللي بنحب ان هي منتمي لنادي الزمالك يعني طبعا طبعا ده من الشرف. تعال نشوف الرقمي بقى خالد الغندور باربعة دوري، أشرف قاسم باربعة دوري، جمال عبد الحميد باربعة دوري، هشام ياكم باربعة دوري، إسماعيل يوسف باربعة دوري. هم جيل واحد تقريباً قريبين من بعض يعني إيه بيسلم حد بيسلم ويستلم دول بقى يعني دوريات في الثمانينات ودوريات مع التسعينات بالزبط. يعني إسماعيل يوسف وجمال عبد الحميد خدوا وسلموها لأشرف لا أشرف قاسم لا هم دول جيل واحد دول بطولاتهم كلهم مع بعض مظبوط خالد اللي خد معاهم دوري في بداية التسعينات ورجع خد دوري تاني في بداية الألفية اللهم سيبكم أنا أكمل لبداية الألفية حرم من دوري كان زمانه 5 المباراه لو كان ما كانش في واخد انذار وهو ناشئ كان زمانه انفرد باللقب لوحده يعني بس خليك برضه يجيب لك التفاصيل لا هو ده قالها خالد قالها هو معانا كابتن خالد طبعا يعني لا في 8 كله حفظ الالقاب يا جماعه طبعا هم بالنسبه لنا ابطال اكبر من التعريف اصلا يعني هو بالنسبه لي المجموعه دي كلها ابطال اكبر من التعريف كابتن خالد في 88 كان هيشارك في لقاء حسم الدوري وكان يتحسب له الدوري بس وقتها كان موقوف في ناشئين فما لعبش البطوله دي